اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده نتكلم في موضوع مشهور لحد ما ولكن مسبب حيره ناس كتير جدا جدا، وهو انك تشتري لابتوب ولا كمبيوتر تجميعه وحش حرفيا. الموضوع فيه مقارنات كتير، فيه تفاصيل كتير بتحدد او بتلزمك تشتري ايه. يعني كان دايما زمان انت بتتحرك ولا لا، مش بتتحرك بي سي، بتتحرك يبقى لابتوب. وطبعا النظريه دي مظبوطه 100%، ولكن في الوقت الحالي في اختلاف في كل حاجه حرفيا، حتى الاسعار كانت بتشكل عائق. انما عادي ممكن يكون اللي بيسمعني الاسعار طبعا بيمثل عائق لي، وممكن يكون حد السعر مش فارق معاه مقابل انه يوصل لنتيجه معينه او شغل معين هو عايز يحققه لاغراضه هو او لحياته هو. يعني على سبيل المثال حد بيتحرك وفي نفس الوقت عايز جهاز قوي جدا، على الرغم احنا عارفين ان البي سي اقوى من اللاب، طب يعمل ايه؟ فعشان كده هنعمل مقارنه واضحه وبالتفاصيل، ولو انت بتعمل ايه تي جي بي، ومن الاخر هتشوف المقارنه كامله وشوف انت امكانياتك ايه وقدراتك ايه، وهتلاقي الدنيا واضحه قدامك على الاخر. بعد ما تخلص الفيديو اوتوماتيك كده هتلاقي دماغك رايحه ناحيه كمبيوتر او لابتوب بتلقائي لما تعرف مزايا وعيوب كل حاجه فيهم. يلا بينا نبدا. ادخل معايا اول حاجه على اللابتوب وتعال نشوف المزايا بتاعته مع بعضينا. اول حاجه صباح الفل كده، اللابتوب حجمه صغير. النقطه دي على قد ما هي بديهيه وبسيطه، بس احنا محتاجين نقف عندها. الحجم الصغير ده محتاجين نقف عنده لانه ممكن يكون سلاح ذو حدين. اول حاجه وهي ميزه طبعا في اللابتوب، انا ماسك جهاز كمبيوتر كامل، ممكن احطه في شنطه اشيل الجهاز كله بوزن كيلو او 2 كيلو، غير الكيسه الوحش العملاقه عشان نتنجل بيها. انا حرفيا اسمي بعزل الالكترونيه من البيت بتاعي، بشيل كل الالكترونيات بتاعته وامشي بيها. يبقى اول حاجه اللابتوب حجمه صغير، وده نقطه ما فيهاش اي نقاش ولازم تكون عارفها وموجوده في دماغك. تاني حاجه بقى، بما ان اللابتوب صغير وبقدر اتحرك بيه، طبيعي هيكون فيه بطاريه، والبطاريه دي مزايا كتير جدا. يعني حقيقي بس في حين ان الكهرباء بتقطع كل شويه، فمبدا وجود البطاريه يعني كفايه يرحمك ان الشغل بتاعك ما يروحش ما يضيعش. فان في حين الكهرباء قطعه هتقدر تشتغل، هتقدر تكمل، هتقدر تستمر، هتقدر تنتج. تالت حاجه بقى ان اللابتوب كامل انت بتستلمه بتدور بتشتغل عليه على طول، يعني مش محتاج تجمع، مش محتاج تجيب تجميع معينه، مش محتاج تجيب شاشه معينه، مش محتاج تشتري الماوس المعين، مش محتاج تدور على كيبورد معينه، مش محتاج تشوف اي شاشه تنفع معاك. انت بتاخد اللابتوب اللي بتقع عليه وبتختاره، خلاص الموضوع بيكون انتهى، تقدر تبدا على طول من وقتها الشغل على طول. ادخل معايا بقى في عيوب اللابتوب وهو درجه الحراره. اول حاجه ومع حجم اللابتوب الصغير بيجي معانا عيب قاتل حرفيا، وهو درجه الحراره. درجه الحراره دي منذ الازل في اللابتوب. مهما طوروا ومهما صمموا زي بطاريه الايفون كده، هي مش عايزة تتعالج او مش عايزين يحلوها، حرارة اللابتوب هي جوه اللاب خلاص ملهاش حل. ما هو انت عامل لي جهاز كمبيوتر كامل في جهاز كد كده، فطبيعة حرارة اكبر، امكانية تبريد اجل، وبما ان امكانية التبريد ضعيفة فطبيعة الحرارة هتكون عالية، وده طبعا عيب مميز جدا، خصوصا لو انت هتعمل شغل قوي على اللابتوب زي انك هتعمل مونتاج مثلا او العاب. فهنا هنضطر نروح على نوعيات من لابات عالية جدا جدا وبالتالي غالية جدا جدا. انما لو انت عايزه للدراسه، شغل بسيط، شغل هادي، درجه الحراره مش هتكون عائق ليك. انما اول ما تدخل مجال الالعاب او مجال المونتاج، فاحنا هنا درجه الحراره بنتكلم هتوصل من 80 ل 90، ودي حاجه مزعجه جدا وهتضايقك جدا جدا، وهتقلل من قدرتك وانتاجيه الشغل بتاعك. تاني حاجه، لو نفس المعالج ونفس كارت الشاشه اللي في البي سي حطيناهم في اللابتوب، طبعا مفيش اي مقارنه بين الاداء هنا والاداء هنا. اللي عايز اقوله ان المعالج او كارت الشاشه اللي بينزل اللابتوب بيكونوا مهيئين يشتغلوا تحت طاقه منخفضه، زي ما احنا عارفين ان اللابتوب بيشتغل ببطاريه عادي، فطبيعي بيكون كارت الشاشه بتاعه اضعف من اللي نازل للبي سي، المعالج بتاعه اضعف من المعالج اللي في الكمبيوتر. في الوقت الحالي ومع التطور ظهور معالجات قويه، انما لحد اللحظه دي في الاغلب واللي انت هتشتريه واللي هيكون معاك قدره ماديه ليه، ان الجهاز بتاعك هيكون المعالج بتاعه وكارت الشاشه ضعاف، او خلينا نقولها بصوره تاني هيكون اضعف من اداء نفس المعالج على الكمبيوتر، فبالتالي الاداء في اللابتوب اضعف من البي سي بدون اي نقاش. تالت حاجه ودي بالنسبه لي عيب مزعج جدا جدا، هو مش هتقدر تطور. يعني انا مثلا عندي الكيسه بتاعتي، حبيت اطور رامات، احط كارت شاشه، اشيل كارت شاشه، اغير اي حاجه، الموضوع متاح جدا، الموضوع بسيط. بتمسك الكيسه بتاعتك، حتى الكيسه التجميع نفسها انت اللي مجمعها. انما في حاله اللابتوب
انت واخد شكل معين، تصميم معين، مكفول خلاص. اخرك هتغير الهارد او هتزود ساعه التخزين او هتزود الرامات بس، انما مش هتوصل لاي حاجه ولا تفكر انك تغير حاجه تاني. يعني من الاخر اشتريت اللابتوب كده، بعد 5 أو 10 أو 20 سنة اللابتوب هو كده، مش هيحصل له حاجه، مش هتقدر تطور فيه اي حاجه. بس دي كانت مزايا وعيوب اللابتوب. ما تشوفش الموضوع سلبي قوي، اتكلمنا في نقطه الحجم والتنقل، دول مهمين جدا، بلس ان البطاريه اللي في اللابتوب. طبعا على الجانب التاني خدت مجموعه من العيوب محترمه، تعال ندخل على البي سي ونشوف المزايا والعيوب بتوعه. اول حاجه في البي سي قوه التبريد. انت هنا الحراره مش هتفكر فيها اصلا. الجهاز نفسه ضخم، زي ما هو من ضمن عيوبه انه ضخم واخد مكان كبير، بس اهدي برضو على الحد التاني ميزة ان الجهاز اوريدي متعرض للهواء. انت كمان متاح ليك طرق تبريد كتير جدا مش عايزين ندخل فيها عشان وقت الحلقة اللي هو كده كده بيجي طويل. يعني تاني حاجة ودي اتكلمنا فيها واحنا بنتكلم على اللابتوب، الاداء افضل طبعا. بما ان درجة الحرارة نزلت يبقى طبيعي كل القطع اللي راكبة في الكمبيوتر هتاخد حرية اكبر، اداء اقوى، لان زي ما احنا عارفين ان عدو الاجهزة الالكترونية هي درجة الحرارة العالية، بتشل الاجهزة حرفيا. تالت حاجة معانا وهي قوة التطوير. يعني من الاخر العيوب اللي كانت في اللابتوب مزايا في البي سي، انت تقدر تغير وتبدل وتطور في اي قطعه جوه الكيسه بتاعتك بكل سهوله. حاجه في البي سي بتاعك، على الرغم ان البي سي اداؤه اقوى من اللابتوب، على الرغم برضو ان السعر بتاعه بيكون اقل من اللابتوب. انت لو هتجيب لابتوب بنفس امكانيات بي سي قوي حرفيا بنتكلم في 40 ل 50 ألف. عيوب الكمبيوتر بقى، انت حرفيا محتاج مكان كامل تحط فيه الجهاز بتاعك، الكيسه بتاعتك، الشاشه بتاعتك، الكيبورد بتاعك، الماوس بتاعك، انسى كلمه انك تتحرك بيه، انسى كلمة انك تنقله. فوق ده كله انت مقيد بمساحة كبيرة متاخدة منك في الأوضة بتاعتك او في البيت بتاعك. كمان ما عندكش اي حرية في التنقل، يعني ما تقولش هشيل الكمبيوتر واروح اقعد في اي مكان معين من البيت اشتغل، ما فيش الكلام ده، انت مقيد بمكان معين. فكرة انك تنقله او تغير المكان بتاعك ده حوار له. تاني عيب من ضمن عيوب الكمبيوتر، على الرغم انك حر وبتاخد حرية انك بتشتري كل حاجة بنفسك، على الرغم من الحرية دي بيجي معاك ضغط ومسؤولية، انك كل حاجة انت بتفكر هتجيب ايه وايه يشتغل مع ايه. مش بس كده، انت بتجيب الماوس والكيبورد والشاشة وكل ده ميزانية اكبر، غير اللابتوب انت بتستلم بتشتغل على طول. يعني من الاخر لو هنقارن سعر اللابتوب بالبي سي يبقى نقارنه بالكيسة وبالشاشة والكيبورد والماوس، غير اللابتوب اللي انت بتستلمه بتشتغل على طول. بس كده وضحنا مزايا وعيوب كل جهاز فيهم، تشتري ده ولا ده بقى؟ تعالى انا اقولك، لو انت صانع محتوى او شغال في مكان ثابت في البيت بتاعك وما بتغيروش، حتى لو شغلك تقيل وصعب، ويا سلام بقى لو الشغل بتاعك قوي ومحتاج جهاز قوي، فبدون اي نقاش اطلع على بي سي عملاق، لانه اولا هيسد معاك في قوه الشغل اللي انت محتاجها، كمان انت ما بتتحركش. يعني انا مثلا واحد بالنسبه لي الحركه مش مهمه، عادي انا ثابت في مكاني. اما لو انت بقى في مرحله الجامعه، في مرحله الدراسه او لو انت شخص بتسافر كتير بتتنجل كتير، بدون اي نقاش انت مضطر لللابتوب حتى لو انت مش حابه. بس دي كانت حلقة النهاردة، متنساش تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها. سلام.